أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم ربنا تقبل لقاءنا وتقبل جمعنا وتقبل أمسيتنا واجمعنا في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة.
اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أوردنا حوضه وأشملنا بشفاعته، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واجعلنا تحت لواءه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، اللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم ربنا بارك في هذا المسجد وفي مشايخه ومسؤوليه ورواده، وبارك في هذا الجمع. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم أحسن ختامنا وأخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا، واغفر لنا يا مولانا ما بدر منا في مجلسنا هذا من شيء لا يرضيك، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا كريم، وتب علينا يا تواب. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اغسل حوبتنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا يا رب ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك في هذا الجمع الطيب وفي هؤلاء الإخوة الكرام وهذا العدد الكبير من الشباب، وانفع بهم يا رب العالمين، واجعلهم مصابيح هدى للإسلام في هذه البلاد. اللهم اجعل هذا الشباب يضيء لأهل الأرض كما يضيء الكوكب الدري في أهل السماء يا رب العالمين. اللهم عزهم بالإسلام، اللهم عز هذا الشباب بالإسلام، وأحيهم على القرآن، وكما جمعتنا بهم في المسجد فاجعلنا وإياهم من رواد المساجد وعمرها، وبارك في إخواننا الكرام أصحاب هذه الدعوة الكرام، الأخ عبيدة والأخ سفيان، جازهم عني خير الجزاء، فقد جعلتهم يا مولانا سببا، فقد جعلتهم يا مولانا سببا في هذه الزيارة. اللهم بارك فيهم واجمعنا بهم على الخير دوما، آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما أسألك أن تبارك في أخي الحبيب الشيخ يحيى الذي رافقنا في هذه الزيارة واستمتعنا بهذه الكلمات الطيبات ومحاضراته القيمة الفريدة، بارك الله فيه وفيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.